أعزائي المشاهدين، الله معكم ونعمة المسيح رئيس السلام وسلامه يملأ قلوبكم. يصر المسلمون على وجود اسم محمد في الكتاب المقدس، بالتحديد في مرة واحدة فقط بالاسم، مرة وحيدة يذكرونها نشيد الأنشاد الذي لسليمان الفصل الخامس والعدد 16. وناقشنا في الحلقة الماضية الاسم أو الصفة اللي هي صفة محمد، لحتى نشوف إذا كان فعلا محمد هو المقصود. خمس مرات، أكثر مرة ذكر المفرد هو محمد خمس مرات، وبعدين في عندنا مشتقات له. اليوم رح نتابع مع هذه المشتقات، لكن قبل ما أوصل لإلها بدي أقول شيء. اللغة العبرية ما هي لغة غريبة عنا، مش لغة غريبة عن شرقنا. يمكن يتفاجئ البعض كمسلمين، بالذات بنت أختي الحبيبة درست الشريعة الإسلامية في دمشق، وجزء من المنهاج كان دراسة اللغة العبرية. دراسة اللغة العبرية كان جزء من منهاج دراسة الشريعة الإسلامية. ربما من باب أعرف عدوك. البعض تساءل منين لغة العبرية. طبعا أنا درست اللاهوت في بداية سنة 74، نهاية كانون الثاني اللي هو يناير 74، كنت في كلية لاهوت، كان في صف واحد، والجماعة اللي قبلي كان عندهم فصل كامل، السنة هي فصلين، كانوا فصل كامل درسوا اللغة العبرية، فعم يكتبوا وعم يقرأوا بشكل معقول جدا، وأنا مثل الأطرش بالزفة. فجيت للأستاذ الدكتور فينلي جراهام من المشيخيين الاسكتلنديين القدامى، البعض منا بيعرف شو بيعني هذا، وتعلمت كثير منه. قلت له مستحيل تابع اللغة العبرية، بنتظر لحتى تبتدي في صف ثاني بالسنتين ثلاثة القادمين. فكان جوابه لإلي: أخوي على ركبك. هذا بيعني صلي. وفعلا على ركبي وأنا في حالة صلاة بدأت دراسة اللغة العبرية. كانت أحلى علامة عندي في كل الصف بعد نهاية السنة الدراسية، وأحسن علامة في كل دراستي، لأني درستها على ركبي. قبلت التحدي. طبعا من دكتور جراهام قبلت تحديات كثيرة. اللي بيعرفونا بيعرفوا قديش تأثرت فيه بحياتي الصلبة فعلا، وبشكر رب من الآن هذا. المهم، في برنامج الماسترز اللي هو درجة الماجستير في اللاهوت، كان عندي دكتور مورلاند رائع جدا. أخذنا خلال سفر أيوب الأصحاحات الأربعة الأولى والأصحاحات الخمسة الأخيرة، يعني من 38 ل 42، في دراسة سفر أيوب. سفر رائع جدا، اللغة أدبية عميقة. طبعا صعب، كان مش سهل، لكن في لذة. أيوب ذكر النعش والجبار والثريا، يعني عندنا الدب الأكبر والدب الأصغر، أيدي الكوكبات، بعدين الجبار اللي كان يدعى الجوزاء أوراين، والثريا بليادس، كالمعتاد كما فعلت في الحلقة السابقة أولا. فعندنا كلمة محمداي، محمداي، هون عندنا فتح على الدولك، يعني فتحة على حرف الدال فعملتها محمداي. بعدين عندنا محمدينو،
اوكي، نون واو مح ح م د نون، وراها بيجينا محمديها. البعض بيحسوا كأني عم بحكي عربي لأنه فعلا مح ح م دي ها عندنا قانتس اللي هو بحال الألف تقريبا على الهاء أو تحت الهاء. السبب اللفظ العبراني لإلي كثير قريب من العربي، يعني لغة سهلة جدا. وبعدين المألوفة، لأن العبارة اللي كررها ذاكر نايك وكررت اللي سألته وكررها ديدات أكثر من مرة، محمديم مح ديم كمان يود. وبعدين الاقتباس الأول من سفر النبي يوئيل، محمداي محمداي يوئيل 3:5: أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم. العدد الثاني اللي راح أذكره بسفر النبي إشعياء الفصل 64 والعدد 11: قد صار حريق نار وكل مشتهياتنا صارت خرابا. بنلاحظ انه كل هذه الاقتباسات، كل هذه الاعداد الكتابيه اللي وردت في كلمه الله في التناخ فيها غضب الهي وفيها دينونه. نتابع في سفر اخبار الايام الثاني 36:19، نقرا ما يلي: هدموا سور اورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة. أهلكوا جميع آنيتها الثمينة، آنيتها الثمينة محمديها. في مراثي أرميا الفصل الأول والأعداد 10 و11، نقرأ: بسط العدو يده على كل مشتهياتها، كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتهم محمديهم للأكل لأجل رد النفس. تصوروا لوين وصلت الحالة. تصور واحد عنده كمية ذهب، كيلوات من الذهب، ومضطر يدفع هذا الذهب ثمن زبدية شوربة فقط لرد النفس عن نفسه عن أطفاله، مش للشبع كفاية، لسد الحاجة البسيطة. أختي انسرق من بيتها، سمعت، كيلو ذهب في دمشق. شو قيمة الذهب؟ نحن نعطي قيمة لهذه الأشياء. شو قيمة الأشياء اللي بيدخلها الإنسان؟ ما إلها قيمة مطلقا، فعليا قيمتها صفر وقت الضرورة. نحن لا نأكل الذهب، لا نأكل الفضة، وللأسف أحيانا تخزن الفضة ويخزن الذهب لهلاك نفس الإنسان. عشان هيك الرب يسوع قال: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، وين في سوس ولصوص، ومثل ما ذكر القسيس يوسف أسطر وبعض القسوس. للأسف لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. أنا اضطررت لأن أختار مبدأ واحد من مبادئ علم التفسير، ويسألني إنسان ما هو أهم مبدأ، أقول: المحتوى، الحبكة. عندني خيط مثلا، ممكن بدل ما يكون مفرد يكون عنده قوة أكثر عن طريق الحبكة.
لو دخلت بين هدول خيوط تانية وعلى دورة الماكينة أو يدويا ابتدت تشبك في الحبل الثاني واللي ورا، راح يتشكل عندي قطعة ثمينة من القماش. الصورة اللي اخترتها هي صورة اللي بنسميه النول. أنا عاصرت هذه الأنوال في بداية حياتي في عملي في النسيج، وعندي قطعتين حاليا بالمتابع بفتخر فيهم لأنه عملوا بأنوال. واحدة منهم هذه الزرابية شغل الأمازيغ في الجزائر، بتمثل لي كثير لأن هذه عائلتي، هذه جذوري، هذه الناس اللي بنتمي لهم من الجدود. والقطعة الثانية هي هذه الجرافات اللي ممكن نقرأ عليها بيور سيلك دمسكوس، سلك طبيعي صافي يعني من دمشق. وهذه القطعة صنعت على نول مشابه لما نراه في الصورة، هذا النول الخشب مع الخيوط الطولانية اللي هي بتتحكم بالنقشة، الخيوط الأفقية مع المكوك يعني اللحمة والسدى يلي بيعملوا النسيج، يلي بياخدوا الخيوط بدل ما تكون كمشة خيوط بين ايدينا راح تكون عمل رائع. على نفس النول هيدا، نفس هيدي طيور حب، هيدي الرسمة تبعها، خبرني النساج او الحائك انهم بعتوا قطعة الى جلالتها ملكة المملكة المتحدة، يعني اشترت قطعة من نفس القماش هذه، عشان هيك هذه القطعتين عندهم شوي نوستالجيا بالنسبة لي. لكن هذه برجعنا للكلمة اللاتينية كونتكست، نستعملها في الإنجليزي كونتكست، كون مع تكستير أو تكسير اللي هي يحيك معا، يحيك معا. مش ممكن تحط مجموعة خيوط وتخرج منهم بقطعة تستحق انه تلبسها الا لو عملت هذه الحياكة معا. لكن هذه العملية لابد منها في أي مجال، من أبسط حياكة، يعني هذه الزرابية أو السجادة الصغيرة مصنوعة على جهاز أبسط بكتير بكتير من الخشب النول اللي انعملت عليه هذه، عبارة عن برواز خشبي وخيوط نازلة، وبعدين الست اللي ممكن تجلس وتعمل هذه الخياطة بين الخيوط الطولانية، تمرق خيوط عرضانية، هي نفس المبدأ المكن الكبير، نفس المبدأ كله، طبعا تطور مع الزمن. النص الكتابي، أي نص بحاجة إنه نفسره يحتاج إلى هذه العملية لحتى يكون في حبكة مع بعض، وإلا بيكون مجموعة أفكار متناثرة ليس لها أساس، لا تفيد، هي مجرد أفكار ممكن تنشرها مثل نشيد الأنشاد 5/16 ووجود محمد فيه. لكن هل فعلا محمد موجود هيك؟ هذا يأتي بنا إلى بضعة أسئلة. إذا كانت الكلمة مشتهيات، خلينا نرجع، هذا بيذكرني بالنص، لنرجع للنص، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. ذاكرنايك واللي سألته
وديدات تطوعوا أن يذكروا اللغة العبرية. حقه مطمئن. لما ذكرت الترجمة السبعينية في حلقة سابقة ذكرت العبارة اللي ترجمت في العربية حلقه، وفي كتير لغات فمه، حطوها فمه، هي فعلا حلق. الترجمة السبعينية اللي هي من منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، وأنا أخذت استعمل الترجمة تبع بيرتون اللي هي انعملت 1884 للغة الإنجليزية، ترجمة جيدة طبعا، في ترجمات غيرها للترجمة السبعينية. بيرتون بيقول الثروت يعني زلعيمه. فاللغة العربية لغة رائعة جدا، عندنا كلمة حلق مخرج الصوت، لأن أصل الكلمة تفيد عن مخرج الصوت. والعبراني لا يقول فمه، يقول حقه. حقه متمكيم، حلاوة. كمان متمكيم كمان بلغة الجمع يعني حلقه حلاوات، وتتماشى مع كله مشتهيات مع مديم. حلقه حلاوات وكله مع مديم، كله مشتهيات. شايف محمد هنيك؟ حقه متمكيم وكله مع مديم، زي دودي هذا هو حبيبي، وزي رعي هذا هو خليلي، بنوت يروشلايم أنا لدودي ودودي لي. في اللغة العبرانية أنا لحبيبي وحبيبي لي. إذا كانت الكلمة مشتهيات هي إشارة إلى محمد، فهل يمكننا تطبيق السياق المباشر عليه كما قالت الشلمية؟ هذا حبيبي وهذا رفيقي يا فتيات القدس، يا بنات أورشليم. قبل ما ننتقل لأي مكان آخر، هون الحبكة، هون الكونتكست، هون فيك تشبك الكلمات مع بعض تتأكد من صحة التفسير. هل يوجد أي شيء ينطبق على محمد في هذا الفصل؟ إذا تركنا الآية العدد 16 الفصل الخامس نفسه، هل يوجد شيء في هذا الفصل ينطبق على محمد نبي الإسلام؟ مع كل تقديري للمسلمين أصدقائي وحبايبي، هل هذا ينطبق على محمد؟ لما سألوا عروس النشيد ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا، أجابتهم حبيبي أبيض وأحمر. هل هذا ينطبق على محمد؟ معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالك كالغراب، عيناه حمامتان جالستان في وقبيهما. كل هذه الأوصاف، فتن كالأرز طلعته كلبنان. هل نجد محمد في المحتوى الفصل نفسه؟ السؤال الثالث هو متابعة على نفس السؤالين الأولين، هل نجد محمد في سياق الكتاب كله في نشيد الأنشاد؟ هل نجد محمد في نشيد الأنشاد؟ هل ينطبق عليه ما قالت العروس؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من الليل. هل كان محمد على الباب؟ هل كان محمد محبا وموضوعا للحب على هذا النحو؟ هل كان محمد نبي الإسلام محبا وموضوعا للحب على هذا النحو؟ يعني هل تغزلت به امرأة واحدة فقط بسبب الحب؟ وأجاب امرأة واحدة فقط بأنه يحبها، كما يقول من هذه الطالعة من البرية متكئة على حبيبها. هل ينطبق
على محمد أنه قال شيء كهذا كما نقرأ في سفر نشيد الأنشاد؟ على الرغم من الادعاء أنه كان أمي، طبعا هذا الادعاء ما راح نناقشه الآن، الادعاء بأنه كان أمي، هل كان لدى محمد علم بهذه الآية أو النص أو العدد؟ هل كان يعرف سفر نشيد الأنشاد؟ هل حفظ شيء منه؟ هل تكلم عن شيء فعلا في العهد القديم كله بشكل واضح جدا؟ لقد عرضت ما أستطيع عليه وحاولت تبسيط الأمر بقدر الإمكان، الباقي على المفكر اللي أنا بعتمد على ذكائه أنه يأخذ الأمور يهضمها ويعالج موقفه من جديد بشكل أفضل من السابق على أمل. باللغة العربية عندنا ترانيم كتير من نشيد الأنشاد، هذا العدد بيقول يا أبيض وأحمر جماله عجيب وظاهر في جسمه جروح الصليب مخلص وفادي وراعي أمين حبيب ولا يوجد مثله حبيب هو وحد حبيبي غفر جامع زلاتي به أحيا وتحرك وأوجد هو سر حياتي به أحيا وتحرك وأوجد هو سر حياتي. طبعا السطر الأخير به أحيا وأتحرك وأوجد هذا اقتباس من قول الرسول بولس في سفر أعمال الرسل الفصل 17 والعدد 28، لما بولس في أريوس باغوس في أثينا أو فوق أثينا في أغورا بين الهياكل والمعبودات اليونانية الكثيرة ذكر هذه الكلمات الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، وكان قاصد فيها يسوع لكل المجد. ما أحلى حبيبي.